طبخة بلحظة برعاية الأكاديمية الملكية لفنون الطهي. الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، وطنية الأهداف، ملكية الرؤية، وظيفة لكل خريج. أصابع زينب، المقادير: كوبين طحين، نص كوب سميد، نص كوب سمنة، ينسون حب، نص معلقة خميرة، 3/4 كوب ماء، زيت للقلي. مقادير القطر: 2 كيلوغرام من السكر، 1 لتر من الماء، ونص ليمونة طازجة. وهلأ رح نسمع طريقة التحضير. يعني 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 ينسون حب، سم 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 سم، نص الكوب، 2 كوب طحين ومع زيت قلي، نص كوب سميد خميرة وما يزيدي، اخلط سكر وليمون ينسون وزيت قلي، حطي نص كوب سميد خميرة مع طحين. هيا أصابع زينب، هيا أصابع زينب، هيا أصابع زينب. لتعرفوا أكثر عن مقادير وطريقة تحضير أصابع زينب، زوروا صفحتنا على الفيسبوك RACA Jordan.